بسم الله الرحمن الرحيم نواصل اليوم مع دروس النحو الموجهة لتلاميذ التاسعة من التعليم الأساسي إذا و درس اليوم هو بعنوان الدعاء أبنيته ومعانيه انطلق من هذا النص للكاتب الجاحظ أديب العربي الجاحظ وفقك الله إذا وفقك الله لرشدك وأعان على شكرك وأصلحك وأصلح على يديك وجعلنا وإياك ممن يقول الحق ويعمل به ويؤثره ويحتمل ما فيه. إذا الجمل مسطرة أمامنا جمل مسطرة وهي وفقك الله أعان على شكرك أصلحك أصلح على يديك جعلنا وإياك ممن يقول الحق. هذه جمل كما نرى تضمنت معنى الدعاء. جمل إذن هي جمل فعلية تضمنت معنى الدعاء كما كما رأينا وفقك الله عان على شكرك أصلحك إذن جمل فعلية تضمنت معنى الدعاء إذن الدعاء ما هو؟ الدعاء إذن هو عمل لغوي يطلب به المتكلم خير المدعو خيرا لمدعو له الدعاء إذا هو عمل لغوي يطلب به المتكلم خيرا لمدعو له كقولنا ربي عافني في بدنه أنت تطلب أو المتكلم يطلب معافاة في بدنه أو هذا المتكلم يدعو إذن بالشر فيقول مثلا تعسا للخائن يدعو إذا على الخائن بالشر. يطلب له التعاسة الخائن. انتقل الى مسألة أخرى وإذا هذه المسألة تتعلق إذا بمعاني الدعاء الأصلية الأساسية لأن يعني الدعاء له معاني إضافية سنكتشفها إذا فيما بعد. إذا لتنعم 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 البشرية بالأمان. هنا نجد لام الأمر وهي اللام الأمر التي جاءت قبل الفعل نجد فعل مجزوم ونجد إذا مدعو له هو البشرية وهنا الدعاء تضمن معنى الخير إذا هنا الدعاء خيرا لمدعو له جملة الموالية إذا وفقك الله وأطال عمرك وأدام صحتك نفس الشيء الدعاء هنا تضمن معنى الخير يعني دعاء خيرا لمدعو له ثم قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا. هنا الدعاء كذلك تضمن معنى الخير. ثم يا بني يا بني يحفظك الله من كل سوء. هنا الدعاء اذا تضمن اذا معنى اذا يا بني يحفظك يحفظك الله يحفظك هذه الفائده يحفظك الله من كل سوء الدعاء كذلك تضمن معنى الخير للمدعو له ننتقل الان الى معاني اخرى اذا وهي المعاني الاصليه دائما وابدا اذا هنا الجمله الاولى اذا هي سحقا للحرب ولاعداء السلام في العالم هنا دعاء بالشر اذا لهؤلاء الذين يدعون للحرب اذا واذا يحاربون السلام والسلم وما الى ذلك هنا استعملنا اذا في مطلع الجمله استعمل المصدر المنصوب المصدر المنصوب سحقا للحرب ولاعداء السلام في العالم واذا جملة المواليه لتنعم البشريه بالامان هنا دعاء خير المدعو له والجملة الموالية هي فليرحم الله فقرك وليحمك من الألم والعذاب وهنا دائما الدعاء تتضمن معنى الخير معنى الدعاء إذا في الأصل هو الدعاء خيرا للمدعو له ودعاء شرا للمدعو له لكن هذا الدعاء انشتم وهذا الأسلوب له معان إضافية أخرى إذا سنكتشفها من خلال هذا الجدول جمل الدعاء إذا لدينا جمل الدعاء الجملة الأولى إذا هي سماء تمطر ذهبا وفضا سلاما واحتراما جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا هنا رب اجعل هذا رب اجعل لي لسان صدق رب اجعل لي لسان صدق تبا التدخين لا نصر الله ظالما بورك فيك كافلا لليتيم اذا سماء تمطر ذهبا وفضه هنا جمله جمله الدعاء هذه تضمنت معنى او اذا هي فيها معنى التمني فالمتكلم هنا يتمنى ان تمطر السماء ذهبا وفضه سلاما واحتراما هذه تحيه جزاك الله خيرا هذا إذا هذه جملة تضمنت معنى الجزاء رب اجعل لي لسانة صدق إذا التوسل إلى الله عز وجل تبا للتدخين هذا فيه نوع معنى الاستقباح الاستقباح ولا نصر الله ظالما هنا لا نصر الله ظالما هنا الاستقباح كذلك وبورك فيك كافلا لليتيم هذه تضمنت معنى الاستحسان تضمنت معنى الاستحسان نعيد قراءة هذا الجدول كما ترون إذا سلاما سماء عفوا تمطر ذهبا وفضة هنا تضمنت معنى إذا التمني تمني سلاما واحتراما معنى التحية جزاك الله خيرا معنى الجزاء رب اجعل لي لسان صدق معنى التوسل تبا للتدخين معنى الاستقباح ولا نصر الله ظالما كذلك فيها معنى الاستقباح وبورك فيك كافل اليتيم فيها معنى الاستحسان نمر الى مرحله مواليه من هذا الدرس وهي التطبيقات سنحاول ان نطبق الان اذا مطلوب منا ان نصير جمل الدعاء المختزلة التالية يعني لأن الدعاء ياتي في جمل تامة وجمل مختزلة. إذن مطلوب منا أن نصير جمل الدعاء المختزلة التالية جملًا تامة والتامة مختزلة. جمل الدعاء المختزلة وقد قمنا بهذا العمل إذا وجمل الدعاء التامة. جمل الدعاء المختزلة هنا هو نكسًا للغادر والجملة التامة لهذا الدعاء هو نكس الله الغادر نكسًا. الجملة الموالية وهي مختزلة تحية مباركة إذا أردنا أن نجعلها تامة فنقول حياك الله تحية مباركة الجملة المختزلة هنا بؤسا للظالم المستبد وإذا إذا أردنا أن نعبر إذا بجملة تامة نقول أدعو على الظالم المستبد بالبؤس تعسا للفقر والجوع إذا أردنا أن نجعلها تامة نقول أدعو على الفقر الفقر والجوع بالتعسي، رعيا لخيرات الارض. اذا اردنا ان نجعلها تامه نقول رعى الله خيرات الارض رعيا. واذا نصل الى الاستنتاج الموالي اذا لنقول اذا ان الدعاء يتحقق بجمله تامه. فعل ماض مثلا نقول هداك الله. فعل مضارع نقول استغفر الله. فعل الامر اذا نقول رب ارحم والدي مثلا ولام الامر اذا مع فعل مضارع مجزوم نقول ينصر الله الفلسطينيين ينصر الله الفلسطينيين واذا يتم او يتحقق الدعاء اذا كما قلنا بجمله مختزله جمله مختزله مبدوءه بمصدر منصوب عاده فنقول حجا مبرورا وذنبا مغفورا مثلا هذا بالنسبه للتطبيق الاول، التطبيق الثاني اذا التطبيق الثاني ركب جملا دعائية مراعيا في بناء الدعاء ما يطلب بين قوسين مصدر منصوب واذا فيه معنى التحية، فعل مضارع فيه معنى التوسل، فعل ماضٍ فيه معنى الاستقباح، وفعل امر فيه معنى الجزاء. الجمل التي يعني كونناها هنا وانتجناها وانتم اذا بدوركم يمكنكم أن تنتجوا جملا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر إذا هذه كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لآل ياسر عندما كانوا يتعذبون إذا يعذبهم كفار قريش فعل مضارع نستعين بك يا الله نستعين بك يا الله معنى التوسل هنا فعل ماض معنى استقبال لعن الله الشباب الجانحة المستهترة لعن الله الشباب الجانحه المستهتره فعل امر يا ربي انصر الحق يا ربي انصر الحق فعل امر اذا كما نرى هنا فعل امر اذا هنا هنا عفوا فعل ماض وهنا اذا فعل مضارع وهنا اذا مصدر منصوب كما نرى التطبيق الاخير اذا هو حل الجملتين التاليتين بطريقة الصناديق احسن الله اليك فعل ماضي مع اذا كما ترون اذا فاعل مرفوع هنا مفرد احسن الله ومفعول به ثم اذا كما نرى هنا ادعو لك اذا هنا حظا سعيدا طبعا هي جمله مختزله تفيد الدعاء الجمله الاولى اذا هي جمله فعليه بسيطه تفيد الدعاء كما هذه جمله اذا مختزله تفيد الدعاء اذا ادعو اصلها اذا هي حظا, حظا سعيدا لكن اصلها أصل, اصل هذه الجمله هو ادعو لك ادعو لك فعل يعني في صيغه اذا المضارع ادعو لك واذا الفعل هو طبعا المتكلم ولك مفعول به حظا سعيدا أدعو لك حظا سعيدا إذا حظا سعيدا هنا أدعو لك حظا سعيدا هنا حظا سعيدا مفعول به مفعول به إذا مفعول به كما نرى إذا يتكون من منعوت ونعت إذا مفعول به يتكون إذا من منعوت إذا ونعت وهو إذا المنعوت مصدر، إذا هذا مصدر منعوت والنعت هو آه يعني سعيدا، المنعوت كما قلنا إذا منعوت إذا مصدر، وهذا إذا نعت فالمفعول به إذا مركب إذا نعتي كما نرى. هذا بالنسبة لدرس الدعاء وأبنيته ومعنيه أتمنى أنكم قد فهمتم هذه المسألة وأدعوكم إلى مزيد من التطبيق وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله